عودة لخبرنا الأول عن فعاليات أعمال المنتدى السعودي الرابع للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب ليومه الثاني في الجبيل. ينضم إلينا مراسلنا صالح العجرفي من أرض الحدث. صالح، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما الجديد في المعرض لهذا اليوم؟ جميع، نعم، نحن في ثاني أيام هذا المنتدى، المنتدى السعودي الرابع للصناعات التحويلية هنا في الجبيل. على هامش هذا المنتدى الحقيقة معرض متكامل تقدم فيه عشرات الفرص الاستثمارية. منذ ساعات الصباح الأولى كثير من العارضين بالإضافة إلى المستثمرين يتناقشون فيما بينهم لتقديم الخدمات، مختلف الخدمات. كما هو معروف هناك مستثمرين يأتون لهدف الاستثمار المباشر، فبالتالي هم بحاجة إلى بعض الخدمات اللوجستية، خدمات التخزين والإمداد، أيضا خدمات البنى التحتية حتى يتفرغوا هم أصلا للصناعة والصناعة التحويلية الأساسية والتي هي جزء من استمرارية المشروع وتقديم الخدمات الأفضل للشركات الكبرى. من هذه الخدمات خدمات ما تسمى اللوجستيك أو خدمات التموين والإمداد والنقل، وبجانب هنا إحدى الشركات المهتمة في هذا المجال والتي أتت لعرض ما لديها من خدمات، الأستاذ لؤي العارض. أهلا بك. أهلا، حياك الله عزيزي. ما علاقة هذه الفكرة، فكرة الإمداد والتموين والنقل، باستمرارية أو نجاح هذه المشاريع، مشاريع الصناعة التحويلية؟ طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الحضور. الصناعة التحويلية موجودة طبعا مثل الشركات السابق والشركات الكبيرة موجودة في الهيئة الملكية كخدمة التمويل والإمداد، هي أساسا النقل والتخزين والتخليص. فأي شركة، أي مصانع في الشركات العالمية يكون المصنع هو متخصص في الصناعة، وتكون شركات 3PL خارجية اللي هي تعمل خدمات اللوجستية للمصانع. فإحنا نقدم خدمات لوجستية طيب للمصانع هذه، ننقل لها ونخزن لها، توصل إلى مراحل توصيلها إلى الكاستمر. في بعض المراحل توصل اللي هي السبلاي تشين، سلاسل الإمداد، اللي هي بداية من الرو ماتيريال يشترونها من اليابان أو من الصين أو من البرازيل. إحنا نتكفل في جلب هذه البضاعة إلى المصنع، ويكون المصنع متخصص فقط في التصنيع. بعد كذا ما تخلص البرودكتين الاند برودكت ناخذه من عندهم ونبدأ نوزعه على الكاستمرز على حسب الريكوايرمنت اللي يكون متطلب من عند المصنع. المصنع ملتزم بوقت وبجودة معينة، والتزام في التوصيل، التزام في تسليم الشحنات في أوقات محددة، وبالتالي أنتم يعني لديكم التزام أقوى لكي لا يتأثر هذا المصنع. طبعا، أكيد طبعا، المنافسة موجودة في السوق كبيرة. طبعا الحمد لله، إحنا صلنا العام احتفلنا في 50 سنة تقديم خدمات لوجستية، لنا مثلا تاريخ قديم في اللوجستيك، يعني من أول شركات اللوجستيك، من أكبر شركات اللوجستيك الموجودة في المملكة والحمد لله. فعندنا قدرة كاملة، في عندنا كواليتي، في عندنا الهيلثي والسيفت السيفتي برضو احنا مهتمين فيها. فبرضو بعض الخدمات المجدوع دائما نحاول نطور احنا من نفسنا، بحيث احنا نقدم مثلا سيستم ERP سيستم موجود عندنا، بحيث ان الكاستمرز ما يحتاج ممكن يتبع الفيكل، يتبع الشحنة، يتبع وين وصلت في التيرمينال، في الميناء، تخلصت، سوت سكان. فكسيستم احنا نحاول نطور من عندنا، ما نظل زي بس احنا زي الزمان اللي هو بس ينقل شيء ويوصله خلاص. شكرا استاذ لؤي، حياك الله عزيز، حياك الله. اذا زي ما ذكر ضيفي، الجوده تعني الالتزام بالوقت، بالجوده، بمواعيد التسليم، باطمئنان العميل على كافه تفاصيل هذه الشحنات. تطور الخدمات، خدمات الصناعه التحويليه تعني تطور الخدمات اللوجستيه، البنى التحتيه التي تقدمها الجهات مثل الهيئه الملكيه لاستمرار هذه المصانع، عدم تاثرها مهما كانت الظروف او الأزمات المالية التي هي تعصف العالم، ونحن بالتأكيد جزء من هذا العالم.